طبعا كلكم عارفين اصل الحدوته، بس ما تعرفوش اللي ورا الكواليس. انا هنا بقى علشان احكي لكم. تاريخنا وماضينا هم اساس الكيان، بس زي ما الماضي مهم الحاضر كمان مهم. 12 ديسمبر 82 في الكوماسي الغانيه كانت البدايه، وعلى ملعب فريق اشانتي كوتوكو كان الاعلان الاول عن وصول ملك القاره، ومفيش اعلان اروع من ان بطله الافتتاحي يكون اسطورتنا بيبو. والحكمة من ربنا تزيد إصرارك إنه بعد سنة بالظبط نقابل أشانتي كوتوكو تاني في الفاينل، ولكن المرة دي ندوق طعم الخسارة بجد ونتعلم إن الوصول للقمة صعب، ولكن الأصعب هو الحفاظ عليها، وإنك زي ما وقعت لازم تقوم تاني. وده قدر الأبطال، لأنه في 87 رجعنا تاني. وتعلمنا كمان حاجة مهمة، احنا ما عندناش شماعة نعلق عليها مشاكلنا، احنا بنشتغل علشان نحل مشاكلنا ونلتزم كمان بمبادئنا ونتعامل مع التحديات والظروف اللي عمرنا ما استسلمنا ليها. وبيها كتبنا تاريخ محفور في كل ملاعب القارة والكل شاهد، وبقينا بعبع الكل يخاف يقابله ويعمل له 1000 حساب وحساب. 11 نوفمبر 2006 في تونس الخضراء كتبنا هناك واحدة من أحلى الحكايات، أبو تريكة حكاها بشماله في الدقيقة 92 وأثبت إن المستحيل عمره ما يكون أهلاوي. والغريب فعلاً إن في ناس بتستكتر عليك النجاح، بس زي ما قلنا ده كان بيشتغل وبس، ومفيش أحسن من الرد السريع جوه الملعب. وفي أصعب الظروف لازم تأكد للكل إن البطل علشان يبقى ليه حكاية الكل يحب يسمعها ويتمنى يعيشها ويهدي كمان الكاس لروح أوفى الجماهير، لازم طريقه هيكون صعب، ولازم يوفي بالوعد ويحافظ على العهد ويأكد للكل إن النجاح مش مجرد صدفة. في ناس بتقول إن مشكلتكم إنكم ما تعرفوش يعني إيه خسارة، لكن الحقيقة إننا عارفين معنى الخسارة كويس جدا، لكن إحنا خسارتنا مش 3 بونت ولا بطولة، إحنا بنقول إننا خسرنا لما نبطل نقوم بعد ما نقع. وعلشان تكمل نجاحك لازم تعترف بأخطائك، ولما تعلمنا من أخطائنا وصلنا ليلة 27 نوفمبر 2020 وكانت علشان نقدر نقول فارق القارة ساحر فاستراحوا من أذاه، خلف الساحر جنيا فعل مثل ما فعل أخاه. وما بقاش بيننا وبين تكرار النجاح غير خطوة واحدة بس، 90 دقيقة أو 120 دقيقة. وبإذن الله كاتب التاريخ يضيف سطر جديد لي، لحظة تبنوا بيها حاضر يكون كمان كم سنة ماضي الأجيال الجديدة ترسم هي المستقبل. 10 ممكن